السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الأول الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في دروس البريد الإلكتروني. أعزائي التلاميذ، موضوعنا اليوم هو حرف الآ. إذا تتذكرون أخذنا بالدرس السابق حرف الد، وأخذنا عليه قصة وتعرفنا عليه وشنو الأشياء الموجودة بحرف الد. اليوم راح نأخذ حرف الآ. حرف الآ. الطفل لما توجع أسنانه إيش راح يقول؟ شنو يقول؟ يلا رددوا وياي. شنو يقول؟ أحسنتم. لاحظوا أعزائي التلاميذ، هذا هو حرف الآ. حرف الآ نفس الواحد، كل شيء ما عليه، لا عليه همزة ولا حركة. هذا حرفنا اليوم، شلون راح نكتبه؟ نكتبه أعزائي التلاميذ، لاحظوا، فقط يقف على الخط، ما يصير ننزل جوا الخط. يلا وياي أريدكم تتدربون على حرف الآ. حرف الآ نكتب ونقرأ. باعوا، أوصله لحد نهاية الخط. عندكم بالدفتر، الدفتر مخطط، لما تكتب الآ من فوق وتنزل تقف يم الخط. يعني ما يصير هيك نكتب آ، ما يصير، ما يطلع خطنا حلو. احنا لازم يطلع خطنا حلو، نكتب بالصورة الصحيحة. لحظة أعزائي التلاميذ، من فوق وننزل جوه. أريدكم بالبيت تتدربون على كتابة حرف الآ، ونبوع عليه ونتذكر بأسناننا لما توجعنا شو نقول؟ شو نقول؟ أحسنتم، دائما ترددون الحرف آ. إذا تلاحظون هنا هذا الحرف، من يتذكر أخذناه بالدرس السابق؟ أحسنتم، حرف الد. حرف الد اليوم حرفنا زعلان وضايج. ليش؟ ليش زعلان يا حرف الد؟ لأنه وحده وما عنده صديق. اليوم إجا حرف الآ رح يصادق حرف الد، رح يصادق حرف الد. لاحظوا هنا، د آ د آ د آ، هذا حرف الد، هذا حرف الآ. د آ شو يصيرون؟ راح يصيرون مقطع دا، هنا تصادقوا وراح يروحون يلعبون. ايش صار؟ د آ دا، د آ دا، د آ دا. أحسنتم، د آ دا. أريدكم ترددون وياي، وهواية مو مرة واحدة، لا رددوا عدة مرات. د آ دا، د آ دا. أحسنتم، د آ دا. شو راح نكتبه؟ شو راح أكتب الد آ؟ إحنا متعودين وماخذين الد بالدرس السابق. لاحظوا أعزائي التلاميذ، راح أكتب لكم هنا د آ، إيش حيصير؟ دا. لاحظوا، د آ دا، د آ دا، د آ دا. لاحظتوا شلون كتبت؟ الد لازم تقعد على الخط والآ يقف على الخط، ما يصير ننزل، ما يصير يعني الد هيك نكتبها والآ ما يصير هيك نخليها على الخط، لا خطأ، تقف على الخط. تكتبون حرف الآ صفحة كاملة، وتكتبون حرف الدا مقطع، عفوا مقطع الدا في صفحة ثانية. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.